على المشاهدين الكرام مشاهدي انفاس بريس ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. الضيف هو الاستاذ محمود عمر دنجلون اللي هو محامي وايضا عضو مكتب جمعيه هيئات المحامي المغرب. سوف نناقش مع عدد من القضايا المرتبطه بالمهنه وخصوصا المستجدات على صعيد مشروعي قانون المسطرة المدني وقانون المسطرة الجنائية. الأمور هذه كلها سوف نناقشها مع بالإضافة إلى محاور أخرى. طيب أستاذ بنجلون، ننتقل لمحور آخر اللي هو الأمر المهني. يعني الآن نحن بصدد أو في الأسبوع الثاني على التوالي سوف ندخل أو يدخل المحامون إلى مقاطعة الجلسات الجنائية وأيضا مقاطعة صناديق الأجل. يعني وبعدها كل هذه الأشهر سؤال، هل نحن بصدد أنكم وصلتوا الباب المسدود أو الأفق المسدود في النضال من أجل يعني تعديل بعض مقتضيات المسطرة المدنية؟ نعم سيدي منير، حنا الحراك ديال المحامين هو ليس حراك نقابي أو حراك مهني، هو في نظر المتواضع وهذا الرأي يتقاسمه آلاف من المحامين، هو حراك حقوقي مرتبط بدولة الحق والقانون ومرتبط بالمسار الدستوري للبلد. لأن قانون المسطرة المدنية بقراءتنا الرصينة والعلمية لمشروع القوانين في صيغته الألف أنه مشروع قانون يضرب العدالة في مقتل من خلال محاولة تقزيم الدفاع كجناح من أجنحة العدالة. ذلك احنا موقفنا هو الدفاع المواطنات والمواطنين من خلال حماية العدالة والمحاكمة العادلة في بلادنا كحق دستوري. لأن نعم الدفاع منصوص عليه في الدستور والمحاكمة العادلة منصوصة عليه في الدستور، والسلطة القضائية ارتقت إلى سلطة قضائية بعدما كانت درجة أدنى وإلى آخره من المكتسبات الدستورية التي آتى بها نضالات الشعب المغربي. فهنا المحامين في دورهم التاريخي والحقوقي والدستوري التموا ووقفوا وقفة رجل واحد من أجل الدفاع عن المكتسبات الدستورية. لأن هناك بعض التفاصيل، ونعلم أن الشيطان في التفاصيل، ونعلم أن فيروس غير مرئي قد يوقف العالم، فهناك فيروسات داخل هذا مشروع القانون من بينها حرمان المغاربة من الدرجة الثانية في التقاضي من الطعن في حكم معين. ولعل خير مثال هو عدم إمكانية المغاربة في استئناف حكم أقل قيمته المالية أقل من 30,000 درهم. قمنا بعملية حسابية مع بعض الزملاء وبعض النقباء، لقينا على أن 30,000 درهم في إقليم النائي هي ليكيفالون ديال كيلومتر مربع. بمعنى مني غادي تجي الدولة وغادي تدير واحد نزع الملكية، وغادي نزع الملكية اللي غادي يرجع عليها بواحد القيمة اقتصادية مضافة يعني جد مهمة، ولكن هي غادي تقرر على أنها تعطيك 29,500 درهم. فلن يكون للمالك الحق في الاستئناف. لما هنا نتكلموا عن المالكين، يعني باش ما يقول لنا حتى شي واحد تنديروا الشعبويه او لا المظلوميه ونتكلموا على تلك المراه المطلقه او المراه كذا. طيب هي 10 سنوات من شقه صغيره في اقليم نائي بالنسبه لمالك معين. واش هاد الحكومه تعتبر على ان 30,000 درهم في الاستئناف واقل من 80,000 درهم ممنوع ان المواطن المغربي يدير النقد يطعن بالنقد؟ واش كتعتبر الحكومة على أن 80,000 درهم ماشي تروى بالنسبة لبعض المغاربة أو 30,000 درهم؟ بمعنى هذه حكومة لديها حلفاء موضوعيين داخل العالم الاقتصادي المغربي، وهذا التسقيف ما هو إلا إجابة لحماية الشركات الكبرى المتعلقة بالقروض والتأمين والتواصل وإلى آخره، نظرا لأن الكم
ديال المنازعات عندهم والأبناك وكذا، الكم ديال المنازعات مرتبط بقروض صغيرة وبفواتير صغيرة وإلى آخره. فمني كتجمعهم كتلقى الملايير ديال الدراهم ديال المنازعة مني كيدخلوا في 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 دفعة واحدة إلى محكمة ابتدائية، فلن يكون للمستهلك، وعندنا قانون حماية المستهلك، لن يكون للمستهلك الحق في التقاضي. فهذا حماية من؟ حماية المواطن أم كذا؟ وتأتي الحكومة بتبريرات يعني ماشي غير منطقية، بل هي سبة في حق الذكاء الجماعي المغربي، لكي تقول لنا إوا باش شوية نخففوا على القضاة. ومني كتجي يا سيدي انت يا القانون المالية وتتقترح علي الآلاف وعشرات الآلاف ديال القوة المساعدة، واش ماشي الأجدر أنك تدير لي القضاة اللي اليوم 4000 قاضي على 40 مليون نسمة؟ عندي مثلا هيئة الدار البيضاء في القطب الجنحي، عندي 45 نائب وكيل الملك على 6 مليون نسمة. كم هي نسبة الإجرام؟ واش 45 وكيل الملك تقرر في المتابعة من عدمها وتقوم بدور التكييف ودور الملائمة على 6 مليون نسمة رسمية؟ ما تقدر تقول 2 مليون اللي كتجي أو 3 مليون اللي كتجي من برا الدار البيضاء كل 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 يوم. فهذا ليس التسقيف، هذا الأبارتايد، هذا الميز القضائي اللي بغى يفرضه هذا القانون لا يمكن أن يكون جوابا لمسألة الاكتظاظ ديال الملفات وجوابا على استقلالية القضاء وأمثلة كثيرة. إذا بغيت نطرقها تكلمنا على المقتضيات ديال هذا المشروع القانون المسطرة المدني. الآن يلاحظ على أن هناك تصعيد سواء من قبل الوزير في آخر تصريح ديالو الحوار مع قناة ميديا، يصر إصرارا عجيبا على انه هذا المشروع غادي يمشي بمساره العادي، وانه لا يتكلم باسم المحامين بل يتكلم باسم سياسي ومصلحه العامه. يعني بالمقابل ايضا كاين اضرابات وكاين، يعني هذا الوضع هذا ما كيوحش على انه نحن ازاء واحد قانون جد متوتر اللي خلقنا هذه الحاله هذه. والمصلحه العامه، المصلحه العامه اولا كتعريف لانتيغي جينيرال، المصلحه العامه راه عندها تعريف فقهي في القانون العام، ومدرسة بوغدو من هذا النحو يعني أثارت سالت الأقلام والمجلدات والإصدارات حول ما معنى الصالح العام وما معنى المرفق العام. كناش نجيو نتكلموا على الصالح العام، الصالح العام شكون اللي حددو؟ برنامج انتخابي لأغلبية حكومية انبثقت من انتخابات الأخيرة 2021 التي عرفت 75% المقاطعات المغاربة، والنص ديال 25% مشري. على ماذا نتكلم؟ مش من مصلحة عامة، المصلحة العامة هو يكون نقاش عمومي ونعرفه ونحدده ما هي المصلحة. المصلحة العامة هي حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة. المصلحة العامة ماشي هي تكتل بنكي ولا شركة التأمين ولا شركة التواصل والاتصالات في المغرب كي نقوم بتسقيف. المصلحة العامة ماشي هي نلغيو رسالة الدفاع ونفتحوها على من هب ودب بناء على تقرير نيوليبرالي ديال المستشار الفرنسي السابق ساركوزي اللي كان عنده جاك أتالي، الذي قام بما سماها آنذاك 300 إجراء من أجل النهضة اقتصادية، ولكن 300 إجراء ليبرالي بما فيه الانفتاح ديال 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 رسالة الدفاع على من هب ودب. واش هذه هي المصلحة العامة؟ أن يكون القضاء أو العدالة المغربية معرضة للفاسدين وللصماصرة ولعديم المشروعية العلمية والمهنية من أجل بيان وصناعة الحقيقة ومن أجل تحديد المسؤوليات بين المغاربة. واش نقدروا حنا نجيو أنا وزير الصحة نجي نقول لك سيدي غادي ندير أنا قانون الطب الجديد، وغادي الناس الاطباء الاساتذه الدكاتره الاطباء اللي كيديروا التشريح ويعني لا شيغورجي ان يدخل لها من هبه ودب، اللي بغى يفتح على المراره ولا اللي بغى يفتح على الراس ما اللي بغى يجي طبعا ما يمكنش. للدفاع ادبياتي وللدفاع ميكانيزماتي والياتي لا يمكن التلاعب بذلك بخلفيه امنيه. دابا شنو القضيه؟ وان هذيك ديال التسقيف 30000 و80000 درهم خلفيه نيوليبراليه من اجل حمايه حلفاء موضوعيين ديال هذه الحكومه ديال رجال الامان، حلفاء موضوعيين ديالهم الله يعاونهم، لكن ما يسميهاش الصالح العام، هذاك الصالح الخاص ديال اقل من 10% ديال المغاربه.
اللي صوتوا بشراء الدماء، وانا كنت من المرشحين، حنا عارفين هادشي، وما كندير الشعبويه باش نضربوا المصداقيه ديال الانتخابات هذه بشهاده من خاضوا تلك المعركه. ولكن هذه ديال ان المحامين يعني تلغوا اللي من هبه ودب ونتكلموا على الوكيل وكذا والى اخره، هي مقاربه امنيه من اجل تفادي اضرابات المحامين. على ذكر الاضرابات، كان سؤال اخير دكتور بن جلول، والان ما الافق في ظل هذا التصعيد وهذا التوتر حاليا بين الوزير وبين المحامون من خلال الجمعيه ديالتهم؟ حنا منفتحين على الحوار، حنا يعني الـ 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 الاصل في المقاربه التشاركيه والتحاوريه هم المحامين، ما عمرهم سدوا الباب. ولكن لما هيئه المحامين كهيئه منظمه بالقانون تتعرض للسب والشتم من طرف الحكومه وننعت بالجهال ويعني بكل اساليب نحاول التعتيم على يعني اصول المصطلحات واصول التاويلات والتفسيرات القانونيه من خلق يعني كلام حول المنافسه الغير المشروعه وحول كذا، فنحن لسنا بسوق او تجار، نحن بصدد تاديه رسالة كونية، ألا وهي رسالة الدفاع في مهنة منظمة مدنية لا علاقة لها بالتجارة، كي نتكلم على المنافسة والاحتكار أو نتكلم على الهيمنة لا بوزيسيون دومينون. فللجهل أظن مواقعه في هذه النزلة، وأظن على أن هذه الحكومة خاصة في قطاع العدل عليها أن تتحرر من سلط أخرى تؤثر عليها نظرا للتشكيلة ديال وزارات العدل. فلما طالبوا المحامين منذ تأسيسهم سنة 1962، منذ تأسيس عفوا جمعية هيئة المحامين سنة 1962، ولكن المحاماة أقدموا من ذلك، جاية من العشرينات ديال القرن الماضي وكذا، طالبنا باستقلالية القضاء ودفعنا على استقلالية القضاء، ماشي باش قضاة من يستقلوا يوليوا يأثروا على الحكومة. وشفنا هذا الشيء أولا في الوسط المقرب ديال وزارة العدل في تصحيح وصياغة المسودات المختلفة، وشفناه في انعقاد لجنة التشريع داخل البرلمان. تخيلوا أن لجنة التشريع داخل البرلمان فيها المنتخبين البرلمانيين وفيها الحكومة في شخص الوزير وفيها قضاة ملتحقين بالحكومة، ثلاث سلط يعني كتحامى على هذاك المشروع والدفاع مغياب. سؤال، ما هو عنصر الاستعجال في هذا القانون كي تنعقد لجنة التشريع في الغرفة الثانية قبل افتتاح البرلمان من طرف جلالة الملك في الجمعة الثانية من أكتوبر؟ واش هي حرب ولا كورونا ولا شنو واقع في البلاد؟ يعني مصدر المدنية هذا خدام وتيقول لك راه شي حاجة، هذا قانون اللي قديم، هي ولكن واخا قديم هذا لا لن يكون ذريعة أن نأتي بمقتضيات مخالفة للدستور وتضرب التراكم الحقوقي في بلادنا في مقتل، هذا لا يمكن أن نقبله كمحامين. لذلك نؤكد على أن المحامية والمحامين المغاربة اليوم هم يدافعوا أولا على التراكم الحقوقي والدستوري وحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة أكثر ما أنهم تدافعوا على المهنة أو على حقوقهم كدفاع، لأن هناك مواضيع أخرى مرتبطة بالضريبة، مرتبطة بالتعاضدية، مرتبطة بالتغطية الاجتماعية والتقاعد، هذه نقدروا نسميها ملف مطلبي، ملفات للمحامين. أما قانون قوانين الإجرائية كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية هي مرتبطة بالحريات، مرتبطة بالمحاكمة العادلة، مرتبطة بالعدالة والدفاع في بلادنا. طيب أستاذ محمود عمر بن جلول، وأنت المحامي والدكتور في الحقوق، كنت معنا في هذا البرنامج من ضيف وقضية، شكرا جزيلا لك.